الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم دين السماحة. ما زلنا نستعرض ونتذاكر ونقلب صفحات السماحة الإسلامية التي جاء بها هذا الدين وجاء بها نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وطبقها على واقع الحياة. السماحة في التشريعات والسماحة في العقائد والسماحة في المعاملات بصورة لا نظير لها في التشريعات الأخرى. فاصل يسير وأعود إليكم بعده. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام. لا زلنا نستمتع وإياكم في مذاكرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له ووقع منه من حوادث وقصص نبوية عظيمة جدا، نستنبط من خلالها الفوائد والدروس والأحكام والعبر التي ينتفع بها الإنسان ويستفيد منها المسلم في سلوكه مع نفسه وقبل ذلك مع ربه جل في علاه وفي سلوكه مع غيره من الناس. اليوم قصتنا مختلفة تماما، وفيها من الفوائد الشيء الكثير والكثير جدا، صلى الله ينفعنا وإياكم بها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى عبادة الله وحده، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه القصة العظيمة فيها فوائد هامة جدا يا إخواني. من هذه الفوائد أن ولاة الأمر والدولة عليها أن تبين للناس ما يحتاجون إلى بيانه من أمور الدين أو أمور الدنيا، وأن ولاة الأمر عليهم أن يرسلوا من يدعو الناس إلى الخير ويعلموهم التوحيد والدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذا لهذه المهمة الهامة، فقال له: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. لماذا اختار معاذا؟ لأن معاذ رضي الله عنه كان من
أعلم الصحابة، والعلم الديني الشرعي شرط لمن يتصدر لدعوة الناس، لابد أن يكون على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لازم أكون على بصيرة، ما أدعو الناس على جهل ولا على حماس، مثل ما نسمع بين فترة وفترة يتصدر يعني بعض الدعاة المتحمسين الذين لم يتعلموا أصول العلم، ويفتون الناس بصورة خاطئة، ويضلون من يضلون من الناس، ويقدم الإسلام بصورة مشوهة مصادمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف من الناس النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، وأخبرنا عن خروجهم في أواخر الزمان بكافة صورهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا شأنهم، يضلون في أنفسهم ويضلون الناس غيرهم. وهذا مع الأسف واقع، خصوصا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم رؤوس جهال، رؤوس يعني مشاهير، رؤوس بين الناس، ولكنهم مع الأسف الشديد جهال. زينوا للناس أشد المحرمات مثل قتل النفس التي حرم الله، فزينوا لهم قتلها تحت مسمى الجهاد بصورة خاطئة ومخالفة، زينوا للناس انتهاك الحرمات والمحرمات تحت مبررات يحاولون أن يلبسونها لباس الشرع، مع الأسف الشديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فتن آخر الزمان كما في صحيح الإمام مسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. ما في مسلم ما يعرف عظيم شأن الدماء وقتل النفس التي حرم الله، ما هو شيء سهل، لكن من هؤلاء من زين للناس قتل الأبرياء، فكان يدعوهم إلى النار ويدعوهم على إلى أبواب جهنم، فإن أطاعوه قذفوه فيها والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد لمن أراد أن يدعو أن يكون على علم. والواقع أن واجب الدولة، واجب ولاة الأمور أن تمنع أي شخص غير مؤهل أن يتصدر للفتوى أو يتصدر للتعليم أو يتصدر حتى للخطابة، مثل ما تمنع أي واحد يتصدر لمعالجة الناس وهو مو طبيب مو مؤهل، تقول لا ممنوع، ما يعالج الناس في أبدانهم إلا الأطباء الذين درسوا وتعلموا واعتمد تعليمهم، وكذلك نثق في علمهم الطبي ونثق في أنهم أطباء. أما أني أترك المجال لكل من هب ودب وكل من تحصل على شهادة من هنا وهناك أن يفتي في المسائل العظيمة دون أن أمنع مثل هذه وأسد الباب، هذا خطأ يا أخوان. علاج الأبدان لابد أن يكون بعلم، كذلك علاج الفكر والعقول ومخاطبة الناس في أديانهم لابد أن تكون على علم وتحت مرأة الدولة. والدولة لا يجوز لها أن تعبث بالدين، وإنما تبلغ الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ليكون داعية إلى الله، وأرسله إلى أهل اليمن: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني الذين أنزل على أممهم كتاب من الله عز وجل، وهم طائفتان: اليهود والمسيحيون النصارى. اليهود الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام وأنزلت عليهم التوراة، والمسيحيون النصارى الذين أرسل إليهم المسيح عيسى بن مريم وجاءهم بالإنجيل
عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ليسوا مسلمين ولهم أحكام خاصة، هم أهل الكتاب، سموا بأهل الكتاب لأنه أنزلت إليهم كتب، وهذا منصوص عليه في القرآن كثيرا. ولذلك أباح الله ذبائحهم إذا ذبحت بالطريقة الشرعية، أما إذا ذبحت بغير الطريقة الشرعية فهي لا تحل، حتى لو كان الذابح مسلما، لو كان مسلم ذبح بطريقة غير شرعية لم يرحم البهيمة مثلا، ذبيحته لا تحل. وكذلك أباح الزواج من نسائهم المحصنات كما تعلمون، وأباح لهم كذلك الكثير من الأمور، وأعطاهم الكثير من الحقوق، ومنها عقد الذمة، ومنها أن الشريعة تعاملت معهم معاملة مختلفة عن الآخرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى رجلا من أهل الذمة فلن يرح رائحة الجنة. لماذا خصوا بهذه الأحكام؟ لأنهم يشتركون مع المسلمين في أمور كثيرة، منها أنهم يؤمنون بالله عز وجل، ويؤمنون بالنبوة والرسالة وإن كان هناك اختلافات كثيرة جدا، كذلك يؤمنون بالكتب، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بمبدأ الثواب والعقاب في الآخرة. فاصل يسير وألقاكم بعده إن شاء الله. الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل اليسير. قال: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. وهذا فيه تنبيه، وهو أنك إذا أردت أن تحاور أحدا في الدين أو أن تدعو أحدا إلى الدين، لا بد أن تعرف خلفية هذا الإنسان، لا بد أن تعرف ما عليه من عقيدة وشريعة، لا بد أن تعرف حاله. ولهذا العلماء المحققون يقولون: إن البصيرة في الدين تتضمن ثلاثة أمور: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شنو البصيرة؟ قالوا: أولا العلم بما يدعو إليه، أن يكون على علم بما يدعو إليه، إذا قال حق الناس هذا حلال يكون عنده علم أن هذا حلال، وإذا قال هذا حرام يكون عنده علم من الشرع بأن هذا حرام. والأمر الثاني أن يكون على علم بحال المدعو، يعرفه من أهل الكتاب، من اليهود، من النصارى، من العلمانيين، من الملاحدة، من الوثنيين، من أيا كان. طبعا كل هؤلاء لابد من الدعوة، التعامل الدعوي معهم وفق ما جاء في الشرع: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسلوب المماحكة والجدال العقيم هذا مرفوض شرعا. أنا زعيم بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لكن اللي يريد الاستفادة يناقش بأدب، يناقش باحترام إلى آخره، هذا هو الذي له حق علينا أن نبين له الحق الذي نعتقده. ومن البصيرة كذلك الأمر الثالث أن يكون على علم بأساليب الدعوة. شوف الأساليب هنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أسلوب، والموعظة الحسنة، هذا أسلوب، وجادلهم بالتي أحسن، هذا أيضا أسلوب. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، كونهم من أهل الكتاب معناه أن دعوتهم تختلف عن دعوة مشرك العرب، عن دعوة الوثنيين اللي ما عندهم إلا الجهل. لا، هؤلاء عندهم علم وعندهم بقايا من أديان الأنبياء، ويعرفون أن في شيء اسمه وحي، وفي شيء اسمه كتب، وفي أنبياء جاءوا، وفي شيء اسمه رسل، وفي شيء اسمه حساب وعقاب إلى آخره، ويؤمنون بالله عز وجل، ويؤمنون بالأمور الغيبية، بما وراء الطبيعة كما يقال إلى آخره. نعم، هؤلاء يكون الوضع معهم مختلفا عن غيرهم. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، ها،
أول خطوة تدعوهم إليه هي شهادة أن لا إله إلا الله، إن ما نعبد إلا الله عز وجل. تارك في رواية إلى عبادة الله وحده، هذا دليل على أن لا إله إلا الله معناها عبادة الله وحده. في رواية أيضا إلى أن يوحد الله، وهذا يدل على أن يوحد الله معناها لا إله إلا الله معناها عبادة الله جل في علاه وحده لا شريك له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا كما في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا هو أول باب من أبواب الدعوة وأبواب الاتفاق التي نتفق عليه، أول شيء لا نعبد إلا الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، إذا أطاعوك أول أمر تبدأ به ترى الدعوة إلى توحيد الله إلى حق الله عز وجل، كما تقدم معي تذكرون في قصة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رديفه على الدابة. فإنهم أطاعوك لذلك، إذا استجابوا لك الآن تنتقل إلى خطوة ثانية، ما هي؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فقط يوم كامل 24 ساعة مطلوب منك أن تكون على صلة بالله عز وجل 5 مرات باليوم، هذا على أقل تقدير، وهو أن تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة ما تأخذ منك 10 دقائق، قول 20 دقيقة، 5 في 20 يعني 100 دقيقة، يعني 1 ساعة و40 دقيقة، من أصل كم؟ من أصل 24 ساعة، نام فيها مثل ما تبي، وأكل فيها مثل ما تبي، واعمل فيها مثل ما تبي، وافعل اللهو المباح مثل ما تبي، وسولف مثل ما تبي، وتفسح مثل ما تبي، كل شيء أباحه الله لك، إلا هالساعة اجعلها لله عز وجل في صلاة تطهر، تطهر بدنك وتطهر قلبك، وتتذكر الآخرة وتتذكر أن حقوق الناس لا بد من أدائها، وأن الدنيا هذه ما فيها خير وأنها زائلة، ما فيها خير بمعنى أنك لا تنشغل بها وتطغى عليك، ولا الخير فيها كثير، أنك تقدم ما ينفعك إن شاء الله عز وجل بعد موتك، وإذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هنا العلماء يقولون هذا دليل على أنه لا يوجد صلوات مفروضة غير هذه الصلوات 5، الباقي كلها نوافل، كلها مستحبات، كلها سنن، إلا ما كان بديلا لبعض هذه الصلوات مثل صلاة الجمعة بديلة عن صلاة الظهر فتكون مفروضة على الكل. أما البقية صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، تحية المسجد، الرواتب، النوافل المطلقة، الدخول إلى المنزل، ركعتي الوضوء، إلى كل هذه من المستحبات في حق الشخص، وبعضها تكون من فروض الكفايات على الأمة التي إذا قام بها من يكفي سقط الطلب والإثم عن الباقي. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا يدلكم يا إخواني على مبدأ من مبادئ الشريعة العظيمة، وهو مبدأ التيسير، مبدأ السماحة، مبدأ رفع الحرج، مبدأ فاتقوا الله ما استطعتم. حتى هذه الصلوات 5 إذا سافرت تجمع، وإذا سافرت تقصر، وإذا كنت في حال خوف جاز لك الجمع، وجاز لك أن تصلي راكبا وراجلا، في حال المطر وتغير الأحوال في البلد جاز لك أن تجمع، ما قدرت تتوضأ جاز لك أن تتيمم، لم تستطع أن تصلي قائما جاز لك أن تصلي قاعدا، لم تستطع أن تصلي قاعدا جاز لك أن تصلي على جنب،
كنت لابس خفين جاز لك أن تمسح الخفين، إلى آخره من صور التيسير حتى في هذه الصلوات الخمس اليسيرة، مما يدلكم على المبدأ العام، مبدأ المشقة تجلب التيسير، كما جاء في القواعد الفقهية الكلية للشريعة الإسلامية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك. الآن مرحلة أخرى، خلصنا من التوحيد، خلصنا من الصلوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. صدقة يعني زكاة، افترض معناها أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فقط الأغنياء، وترد في فقرائهم، تعطى للفقراء، ما يأخذها أحد ما هو مستحق، ما يجوز، لا من الحكام ولا من رجال الدين ولا من غيرهم. أي واحد إذا كان رجل دين فقير ممكن يعطى، لأن فقير ليس لأنه رجل دين. أما أن تؤكل أموال الناس باسم الحكم أو باسم الدين فهذا حرام، هذا لا يجوز وطغيان، كما قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فاصل يسير وأعود إليكم بعده بإذن الله. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، ونسأل الله جل في علا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونتعلم ونعمل، وأن يغفر لي ولكم وللجميع ما يقع منا من ذنوب وأخطاء وزلات بمنه وكرمه وجوده سبحانه. ما زلنا مع قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل اليمن، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يدعون إلى الله، كيف تكون الوسائل التعليمية الحكيمة والحصيفة في تعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ومن أمور دنياهم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. انتبهوا يا إخوان، الصدقة المفروضة الزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء. من هم الأغنياء؟ قال العلماء: الأغنياء هم الذين ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول. أعطيكم مثال: اللي عنده 85 جرام ذهب وقعد عنده يملك لمدة سنة كاملة يصرف غيره بس عنده هذا الجرام، هذا غني، بدليل أنه ما احتاج لإنفاقه ولا لبيعه ليصرف على نفسه. لكن لو نزل النصاب، نزل على 85 جرام مثلا، في هذه الحال لا يكون غنيا. هذا الغني هو اللي يخرج الزكاة. تظنون أن الزكاة شيء شايد؟ والله شيء يسير. شنو الزكاة؟ 2.5%، ربع العشر. يعني تخيل، تخيل لو عندك 10,000 تأخذ ربع العشر، 250 دينار من كم؟ من 10,000. الله عطاك البقية تفعل فيها ما تشاء مما أباحه الله لك، لكن تعطي إخوانك الفقراء والمساكين ربع العشر هذا فقط مرة في السنة بكل يسر وسهولة. حتى في زكاة الماشية وبهيمة الأنعام، في زكاة الزروع والثمار وغيرها، والزكاة أصلا لا توجب ولا تجب إلا في الذهب والفضة والنقود، الفلوس يعني، وكذلك الخارج من الأرض، الزروع والثمار، اللي عنده زروع وثمار تسقى أو يسقيها بحسب الحال، والسائمة من بهيمة عام، اللي عنده بهيمة عام، إبل، غنم أو بقر سائمة، يعني ترعى، ما يصرف عليها، ما يعلفها، ما يوفر لها العلف،
تكون سائمة أكثر السنة، 7 شهور ساعة ترعى كذا. طبعا في الكويت مو موجود هذه الحال، ولذلك لا تجب الزكاة في ماشية أهل الكويت إلا إذا كانت معدل التجارة اللي يبيع ويشتري وكذا يتاجر فيها، هذا اللي تجب عليه الزكاة، ولا غيره ما تجب عليه الزكاة. أما عسى الله يحفظك ويحفظك أختي الكريمة، بيوتنا، مساكننا، كذلك سياراتنا، ملابسنا، أمتعتنا، الأثاث، ما كل هذه لا زكاة فيها. عندك خيل الله يرزقك ما فيها زكاة، عندك غزلان الله يرزقك ما فيها زكاة، عندك تحب الدواجن والحمام وإلى كل هذه لا زكاة فيها. الزكاة محصورة في هذه الأموال اليسيرة، والزكاة فيها أيضا يسيرة. وين تروح هذه الزكاة؟ تروح للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها اللي ما تصرف لهم الدولة معاشات، اللي الدولة موظفته وتعطيه راتب ما يأخذ من الزكاة، هذا المفروض. وكذلك في الرقاب، عتق الرقاب وابن السبيل والغارمين إلى آخره من مصارف الزكاة الثمانية التي نص الله عليها في سورة براءة، سورة التوبة. ونص الله على مصارف الزكاة يدلكم على أهميتها. طبعا نحن الآن لسنا في صدد الحديث عن فقه الزكاة، وإن كانت من الأهمية البالغة، لكن نحن نشير إلى هذه القصة النبوية وما جاء فيها من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا هو التكافل الاجتماعي، أن المجتمع يساعد بعضه بعضا، أن المؤمنين يتعاونون على البر والتقوى، أن المؤمنين يكونون كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شدة يعين على الدنيا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنت في بدنك، جسدك، لو لا قدر الله أصيبت اليد، الجسد كله في حرارة، ما يقول والله الرجل شكوش علاقتها باليد، لا، هكذا المؤمنين في تراحمهم، مو مبنية على صلة القرابة، لا لا، على صلة الإيمان. ما يصير أنت شبعان وإخوانك حولك ذابحهم الجوع، أبناء شعبك ومجتمعك يعني منهم من لا يجد ما يأكل، وأنت ما شاء الله تبذر وتصرف في الأموال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يبات شبعان وجاره جائع. ما يصير أنت ما شاء الله عليك شبعان ومعين خير وجارك ما يحصل اللقمة يأكلها ويطعمها لأبنائه، هذا خلل في التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أن هناك امرأة بغي دخلت الجنة، ليش دخلت؟ لأنها سقت كلبا بموقها، هذه سقت كلب الله غفر لها ورحمها وادخلها الجنة، فكيف بمن يسقي الناس؟ مشاريع السقيا هذا شيء عظيم، سواء داخل البلد أو خارج البلد، كيف بمن يطعم الناس؟ وإطعام الطعام كما تقدم معنا في حديث أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام عليه الصلاة والسلام، تطعم الطعام للفقراء، للمساكين، للأرامل، للأيتام، حتى لو كانوا مو مسلمين، لو كانوا غير مسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذه سقت كلب دخلت الجنة، فكيف بالإنسان؟ ولذلك أصلا من مصارف الزكاة الثمانية في المؤلفة قلوبهم وهم غير مسلمين، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم المعتبرين رحمهم الله رحمة واسعة. ولهذا يا أخوان لو تأملنا تشريع الزكاة سنجد أنه كبقية التشريعات الإسلامية قائمة على الحكمة وعلى الرحمة وعلى تذكر نعمة الله عز وجل. أنت ترى هذه الأموال الله اللي أنعم عليك فيها،
والله عز وجل ما طلب منك شيئا كثيرا. يعني تخيل أنت تقسم المبلغ اللي عندك على 40، الناتج هو الزكاة. الله من عليك بذهب، من عليك بأموال وفضة وأرصدة، أخرج منها ربع العشر، 2.5%، يعني بمية دينار دينارين ونص بالسنة مرة واحدة، للفقراء للمساكين ولبقية مصارف الزكاة التي يحتاجون إليها. ولهذا يا إخواني علينا أن نستشعر هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مبدأ عظيما في الزكاة، وهو أن نراعي حال صاحب المال الغني اللي عليه الزكاة، ونراعي حال الفقراء. ها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأخذ من أوساط المال، لا نأخذ من كرائم الأموال، الأموال النفيسة، ولا نأخذ من الأموال الرديئة أو الدونية. يعني واحد عنده غنم، دور الوسطيات، لا تدور الغنم اللي غالية عليه حيل وغالية في سوقها، ولا الغنم اللي الناس ما تلتفت إليها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى أهل اليمن وهم أهل كتاب، يعني غير مسلمين، ومع ذلك حذره من ظلمهم وأخبره بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك قرر العلماء المحققون بأن دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم لا يجوز حتى لغير المسلمين. وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.